اعتقل الدكتور تازي كان الخلاص فيه شوية ديال الروتار، ولكن مؤخرا ما كانش كنتخلصوا. تقريبا رحنا بالنسبة لنا كالمجموعة كاين 500 ديال البيرسونيل، ولكن كاين بعض الناس لأنهم اشتغلوا، ولكن كاين بعض الناس اللي ما اشتغلوش، منهم أنا وبعض الأخوات وبعض الإخوان. وحاليا المساحة دابا راه واقفة، المساحة دابا حاليا راه واقفة، وكانت المساحة خدامة ورحنا كنتخلصوا خدامين، وكنتمنوا أنه يكون العمل في أقرب وقت. راه ماشي سهل باش أنك تكون يوميا كل شهر كتتقاضى واحد الصالير وفجأة تتقطع لك داك الصالير، كيكون عندك التزامات وكيكون عندك مدارس وكتكون عندك تريتات وكتكون عندك احتياجات يومية. يعني راه عانينا ومازال كنعانيو. صرحنا دابا تقريبا أنا بالنسبة لي أنا على ما يزيد فوق من 8 سنين، واخا كانوا الوراق شويه في وقت زعما، ولكن راه الحمد لله راه عندنا كل ما كانوش عندنا الوريقات ديالنا غتلقانا ما كنستناو. كاين واحد الفئه قليله فهمتي، منهم السيكيريتي راه ما خدموش راه باقين كيتسناو، منهم عمال النظافه راه باقين كيتسناو، منهم بهذه الفئات اللي كتعيش شويه الهشه راه تقريبا كلهم باقين كيتسناو. ما عمرني ما كنت كنتصادر بان غنشوف الدكتور التازي في هذه المرحله، ولا الاخوان اللي معاه ولا الاسر اللي معاه. دكتور التازي كانت العلاقه ديالنا معاه طيبه، لانه هو كان كيمارس المهنه ديالو، زعما كل واحد وكيمارس المهنه ديالو، واش فهمتيني؟ ما كانش انسان مسؤول على الاداره ولا مسؤول على داكشي في الاعمال ديال المصحه ولا هادي، وحنا بالنسبه لنا كل واحد كيشتغل في الحدود ديالو. هذه هي العلاقه اللي، ولكن العلاقه اللي كنتلاقاو بها زعما ما كيقيسنا ما كنقيسوش. كلينيك الشفاء زعما كنينا فيه وشرفنا فيه وما نعاودش لك، كلينا وشربنا الله يخلف عليهم هذوك الناس. صراحة ما كنتش نتوقع وليدي، كنتش تنقر الله يفرج علينا وعليه، والله يفرحنا هذا النهار وليدي، الله يفرحنا ويفرحوا حتى هو بوليداته، الله يفرح عليه ويفرح الجميع. هذا العيد أول عيد كيدوز علينا احنا في ديورنا كحل، حيت احنا ما نكذبش عليه، ما كاين حتى شي حاجة.